يم طبقه چن طور طريقن هنز رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلمن فكر اس سوس منافق لوك تزبوت تھاون والن لوكن هن طبقه رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلمن اس ن كافرن هنز تيزا فكر يي زن يم طبقه چ اسك فكر پیغمبر اكرم صلى الله عليه وآله وسلم چ فرماوان زمي چ ان امت كن دون طبقن هندس بارس منز اطمینان أمو دايو طبقو دس واتنا مينس أمتس كهت نقصان البتا ميش اك تيم طبقش فكر يوزن مينس أمتس مز موجود چه تا يوم تي مشكلات مينس أمتس پیٹين تيم ين امي طبق دس يمن دون طبقن هندس بارس مز رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم اتمنان اوس سوچ اخ خالص مومنن هن طبق تبیاخ خالص كافرن هن طبق اكس خالص مومنس ان خطر چه تسند ايمان كافي يوزن تيمس تيوت كان تي قدم چن ديوان تولن يم سيتن زن امت مسلمات نقصان تزرر واتي خالص كافر چھ ظاہرن تہ كافر بیتنن تہ كافر آسان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نہ امس خالص كافر سنز تہ فکر تکیازہ یم ساتن تہ واضح کفر تہ واضح ایمان اور آشکار باطل تہ آشکار حق پان ون مقابل یوان چھ تم چھ ایمانس مقابل ہمیشہ ہاران اما يم طبقه چن طور طریقن ہنز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فکر اس سو اس منافق لک تزبوت تھاون والن لوکن ہن طبقہ یہ طبقہ چھ ظاہرن مومن نظر یوان اما یمو چھ پانس اندر کفر آسان کھٹت تھومت ظاہرن چھ یم اکس معصوم کٹ سند پٹھ آسان اما اندر چھ یم آدم کھور رام ہون سند پٹھ آسان